السيد الوزير الصديق والاخ العزيز سي وهبي اللي بشرنا مؤخرا انه كيعرف الريحه ديال التقاشر ديال المغاربه، انه ايضا يبين لنا انه كيعرف اللغه الرسميه ديال بلاده. وشكرا. عاوتاني نرجعوا للتارودان تاع السي والزين، ودرنا ولاد بالرحيل، وغادي نديروا تاليوين، وغادي نمشي للشمال الحسيمه، وغادي ندير في المناطق ديال الحسيمه. وإلا بغيتي نتكلم لك على التقاشر انا موجود. هذاك علاش تصدم القاضي المقيم؟ غادي تكون محاكم مزيانه ومبنيه بشكل مزيان باش ما تغرقاش الشتا بحال التيرانات. شكرا السيد الوزير. تا سيد وليد كاس الله يخليك كيجاوب، ما تقاطعوش السيد الوزير، ما تقاطعوش، خليه يجاوب، ما تقاطعوش. كاس الله يخليك السيد النايب، احترم الله يخليك، من فضلك خليه يجاوب، خليه يجاوب جواب ديالو، من فضلك سيد النايب، من فضلك سيد النايب، من فضلك. الحيط نتمازيغت نسوس والتسمي حيط نتمازيغ ولا تفهم ما تينيت. إذا سمحتوا المطالبة بالترجمة ديال اللغة الرسمية ديال هذه البلاد أنا أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة. نهار السيد الرئيس الأمازيغية كان تعاقد دستوري لواحد الشريحة عريضة من المواطنين اللي ما كيفهموش العربية. اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتوا بالمعاناة ديال دوك إمازيغن اللي ما كيفهموش شنو كنقولوا في هذه القبة الموقرة. وأنا كنتمنى من السيد الوزير الصديق والأخ العزيز سي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف الريحة ديال التقاشر ديال المغاربة أنه أيضا يبين لنا أنه كيعرف اللغة الرسمية ديال بلاده. وشكرا. بلاتي السيد الوزير، السيد الوزير تفضل السيد الرئيس. نقطة نظام، نقطة نظام، نفس الإطار، نفس الإطار، نفس الإطار، على أنه في الواقع اللغة الأمازيغية هي اللغة الدستورية ديال المملكة. إذ لابد من رئاسة، من رئاسة من المكتب ديال المجلس على أنه يتخذ الإجراءات الكافية باش يمكن تكون الترجمه الفوريه باش حتى المواطنين في الجبال يفهموا اش كيتقال هنا. ثانيا فيما يخص لغه التقاشر ولغه القراطه حتى هي ركينه. شكرا شكرا. تعقيب؟ الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم السيد النايب، السيد النايب من فضلك السيد النايب، السيد الرئيس، سيد الرئيس من فضلك، الله يخليكم. سيدات السادة النواب، أنا نعطيك السيد الرئيس دابا، راه خليت شوية المرونة ولكن نقطة النظام دائما في التسيير. الله يخليكم، تفضل سيد الرئيس، نقطة النظام ياك سيد الرئيس، تفضل. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد الوزير. غير ربما ما تفاهمناش، هي هضرات بالاطلس، انا هضرت بالسوسيه، انا ما فهمتها هي ما فهمتني، انا ما كنفهم، كنفهم السوسيه، كنتكلم السوسيه، كنفهم شويه الريفيه لان الوالده ديالي ريفيه. الاطلس مازال ما تزوجت من الاطلس، مازال ما عندي والده من الاطلس، وعندي مراتي فاسيه كتعلمني الفاسيه دابا، اجي لعطى الله. شكرا. نرجع للطوارئ الصحيه، الطوارئ الصحيه قانون. لا دار ما عنديش شرد فعل، والله قلت في الشرعه، انا قلت في الشرعه السوسيه، انا ما فهمتش قلتي، هذا هو فقط حقي. رجع للطوارئ الصحيه، هذا قانون، قانون سيطبق، والمحاكم هي اول واحد سيطبق فيها، ما عندي ما ندير، سيطبق القانون. الا ما كانت وزاره العدل ما كتطبقش القانون شكون يطبقوه؟ اذا يدخل لانه عندنا ناس اللي دايرين تلقيح، وعندنا ناس جابوا لنا شواهد في المحاكم موظفين صحيين ما كانوش يديروا التلقيح، صالح بهم حتى هما. ناقشنا هذا الموضوع يومين وقلنا حتى سنديروا التلقيح، وبما انه كاين الباس سميتو الجواز الصحي، الجواز الصحي كاين في القانون وكتطلق وتنص عليه انتهى الموضوع. باش يقول لي لا ما كاينش قانون، كاين نص، وكان نص في البرلمان الطوارئ الصحيه واعطى السلطات واعطى اختصاصات للحكومه وفق النص، ماشي يقرا غير القانون عادي يهضر شي واحد. ما تنهضرش عليكم سيدي، تنهضر على شي واحد دار شي تصريح قال بانه ما كاينش قانون، وإلا ما كيقرا القانون اش غندير ليه؟ جد السفر انا حلمي الآن قدام فيه أنني ندير القاضي المقيم في كل مكان يمكن أن يوصل له المتقاضي لسبب بسيط. كتعرف بأن النساء لا عندكم في الأطلس ولا عندنا في السوس ولا عندنا ولا في الريف، المرأة ما كتبغيش تجلس من بعد المغرب خارج الدار، كتقول لك ترجع للدار قبل المغرب ديالها، هذا هو الثقافة.
بغيت تمشي هذه القضيه خصها يومين، نهار توصل ونهار دير الاجراءات. الان كنجريو باش نديروا القضيه. شكرا سيد الوزير. تسهل العمليه ديال الولوج القضائي، ما يبقاش غير في المدن. وكذلك بعض المحاكم الان غادي نحلوا المحكمه ديال الطرفيه، حكايه بويكرا من هنا سنه غادي توجد. كاين عندنا 12 محكمه ابتدائيه بترقية 13 مركز قضائي المحكمه الابتدائيه، كاينه في تنغير والحاجب وبويكرا وسيدي فني والمضيق جراده والدريش وتفلت وبشرف القصيري وبزنيقه وسوق السبت ولاد النما وترقيست. بغينا نديروا محكمه الاستئناف في الداخله كذلك، وبغينا نديروا وحده المحكمه الابتدائيه بتاع حناوت وحده المحكمه الاستئناف راه كاينه في قلميم وحنا غاديين فيها، وغادي نمشيو اكثر ما يمكن. شتي راه كانوا 10 الناس عندهم دعوه خصك دير لهم محكمه، لان هذا هو دور الدوله، هو يقدم الخدمات القضائيه للمواطن. باش نبدا نحسب شحال الملفات عندي ونقول لا لا قفل الملفات، هذا كلام ما كيتهضر. المواطن خصو توفر لي واحد المرفق عمومي. حنا كنسعوا الان الى غير نديروا بعدا القضاه المقيمين باش يقدموا خدمات للناس الفقراء، للمراه، اي ما يسمى الفئات الهشه الحمايه. هذا الشيء علاش كنقلبوا. والان حنا مشينا للتارودانت درنا عاوتاني نرجعوا للتارودانت السي والزين، ودرنا ولاد برحيل، وغادي نديروا تاليوين، وغادي نمشي للشمال الحسيمه، وغادي ندير في المناطق ديال الحسيمه. وإلا بغيتي نتكلم لك على التقاشر انا موجود، هذاك علاش تصدم. تعقيب السيد نايب. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. بدايه لابد من تلويب المجهودات التي تبذل لها وزارتكم، وذلك الزيارات التي تقومون بها من اجل تمكين كافه عمالات واقاليم. بغيت غير نقول غير جمله، حنا المحاكم اللي غادي نبنيو ان شاء الله في المناطق غادي المقيم غادي تكون محاكم مزيانه ومبنيه بشكل مزيان باش ما تغرقهاش الشتا بحال التيرانات. شكرا السيد الوزير. السؤال اني عن الاجراءات المتخذه للنهوض بوضعيه حقوق الطفل. الله يخليكم، من فضلكم السيدات السادة النواب. هاي من فضلكم في تسيير السيد نايم، تفضلوا. سيد الرئيس، احنا في واحد جلسة مسؤولة، وهذه مؤسسة برلمانية فيها الرقابة، السادة النواب كيطرحوا الأسئلة والحكومة تلتزم بأنها تجيب على السؤال في الموضوع. إذا كان كل مرة غنبقاو نجدو تارودانت وتقاشر ولي تيران غادي تغرق وما غاديش تغرق، مسؤوليتكم سيد الرئيس أنكم تلزموا السادة النواب بالأسئلة ديالهم وتلزموا الحكومة أنها تجاوب على الأسئلة وما يخرجوش وما يبقاش واحد النوع من العبث. شكرا سيد نايم. إذا السؤال آني عن الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية حقوق الطفل للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نسائلكم على الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل النهوض بحقوق الطفل، كما نسائلكم عن السياسة الجنائية الجديدة التي ستسنونها من أجل مكافحة عدة ظواهر سلبية كالإدمان على المخدرات، وشكرا. جواب سيد الوزير. احنا كنتعاملوا غير بالمساواة، اللي جبنا كنجبدوا، هذا هو. حتى شي حاجة. وهذاك وهذيك مادام تكلمت على المندوبية، هذيك المندوبية بنوها الاتحاديين وسديتوها 6 سنين وحليتها أنا. إلا سمحتوا لا خليه يجاوب سيد الوزير. لا من فضلك يجاوب سيد الوزير. لا سيد نايب كاس، لا خليك كيجاوب، ما تقاطعوش سيد الوزير، ما تقاطعوش، خليه يجاوب ما يقاطعوش. كلاش الله يخليك السيد النايب، احترم الله يخليك، من فضلك خليه يجاوب، خليه يجاوب جواب ديالو، من فضلك السيد النايب، من فضلك السيد النايب، من فضلك تفضلوا سيد الوزير. السيد الوزير تفضلوا. السيد الوزير الله يخليك السيد النايب، الله يخليك السيد، الله يخليك السيد النايب كيجاوب ما تقاطعوش، الله يخليك، تفضلوا. تفضل السيد الوزير، خليه يتكلم. تفضل السيد الوزير، السيد الوزير ما تقاطعوش، تيكمل تيكمل تيكمل، عاد نعطيكم كلمة. تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا تفضلوا تفضلوا، استمروا، الله يخليك، الله يخليك السيد النايب. سيد الرئيس،
سيد الرئيس من فضلك، السيد الرئيس من فضلك، سيد نايب الله يخليك، شوية الاحترام، سيد نايب الله يخليكم، الجلوس الجلوس الله يخليك، ما تقاطعوش السيد الوزير تيكمل، تفضل السيد الوزير تفضلوا استمروا، استمروا السيد الوزير استمروا، ما دويت ما شو استمروا السيد الوزير، على كلين علاش ما نجاوب؟ تفضلوا السيد الوزير تفضلوا السيد الوزير، أنا باش نجاوب، لا غير هو المغرب، أنتم كتعرفوا بأن المغرب صادق في 93 على البروتوكولين على اتفاقية الدولية لحقوق الطفل البروتوكولين